السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. البرهان يؤمن على وحدة قوى الحرية والتغيير ويقول إن الوضع الحالي لقحط لا يسمح لها بتشكيل المجلس التشريعي. مناوي يعين أمينا عاما لحكومة الإقليم ويتجاوز الثورية. لجنة التمكين في مؤتمرها الصحفي تقول لا يوجد أي معتقل سياسي بالبلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عوّر ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الحية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية. وأمن رئيس مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه اليوم اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير على ضرورة توحيد الرؤى بين مكونات الشعب السوداني لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وأوضح مقرر اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عادل مفتي في تصريح أن اللقاء تناول المشاكل السياسية التي نجمت عنها المشاكل الاقتصادية والأمنية في البلاد، بجانب تعطيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة، مبينا أن كل هذه المشاكل تسببت فيها قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية. المشكلة الأساسية السياسية التي يعني نبع منها المشاكل الاقتصادية والأمنية في البلاد، وكان في تعطيل في المجلس التشريعي وأيضا في تعيينات الولاة، هي كلها مشاكل سياسية، مشكلة أساسية في الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير. بعد ذاك ذكر لنا بأن بعد اجتماعنا السابق بأنه لازم تتكون آلية صغيرة من المكونات المختلفة السياسية وجلوس مع بعض إلى يصلوا إلى نتائج وحدة قوى الحرية والتغيير، بعدها تفتح هذه إلى الكيانات الأخرى، كيانات قوى الثورة الحية تتوحد، لأن هذه المشكلة مشكلة حقيقية، مشكلة دستورية. إذا كانت هنالك آلية غير الآلية التي موقعة في الوثيقة الدستورية فستدخل البلاد في أزمة دستورية. نحن نتمنى بإذن الله تعالى وحدة الجميع، ومن هذا المنبر أنا أطلب من كل الناس المسؤولين في هذه البلد بأنه يكون هنالك وحدة حقيقية لإصلاح الفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي الحقيقي. هذا الشعب صبر كثير جدا علينا، ونحن نعتذر، نحن في الحرية والتغيير نعتذر اعتذار مباشر إلى الشعب السوداني بأننا فشلنا أو فشل المجلس المركزي للحرية والتغيير في إدارة المرحلة الانتقالية. بسلام. عين حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور قبل انتهاء مشاوراته مع الجبهة الثورية لتشكيل حكومة الإقليم. وأصدر مناوي وفقا لمرسوم حمل الرقم 9 قرارا عين بموجبه توحيد عبد الرحمن يوسف أمينا عاما لحكومة إقليم دارفور. وكانت الجبهة الثورية قد طالبت بمشاورتها في تشكيل الحكومة الإقليمية، إلا أن مناوي تجاوزها وأعلن تعيين أمين عام من خارج كابينة الثورية. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وأوضح رفعة الأمين رئيس اللجنة في تصريح صحفي عقب لقاء عضو مجلس السيادة أن اللقاء تناول عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بوضع حقوق الإنسان في البلاد ومهام المفوضية ودورها خلال الفترة المتبقية. أنا دكتور رفعت الأمين رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان. سعدنا هذا الصباح بمقابلة أو لقاء السيد عضو مجلس السيادة الطاهر حجر. تحدثنا معه حول عدد من الموضوعات المتصلة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان وبحالة حقوق الإنسان في السودان. سعدنا كثيرا بتجاوبه وتفاعله مع ما قدمناه له. نحن قدمنا له، توجهنا له أيضا بالشكر على هذا اللقاء، وسنواصل لقاءاتنا مع عدد من أعضاء مجلس السيادة.
أبدى عضو لجنة التمكين وجدي صالح استعداد اللجنة محاسبة كل عضو فيها إذا ثبت أنه أفسد أو أنه جزء من النظام السابق. وقال وجدي في مؤتمر صحفي مساء أمس أنه لا يوجد بالبلاد أي معتقل، وأن البعض مقبوض عليهم وفق الإجراءات الجنائية بواسطة النيابة العامة والشرطة، واللجنة لا تعتقل ولا تأمر بالقبض. يجدر بالذكر أن النائب المكلف أصدر قرار بتأسيس نيابتين جديدتين لدعاوى الشهداء والانتهاكات وللجنة التمكين. نحن نعمل مع مؤسسات الدولة في أداء مهمتنا، ولذلك نقول الحديث الأيام الماضية إن هنالك العديد من الذين تم اعتقالهم بواسطة لجنة التفكيك. أول حاجة، انتهى عهد الاعتقال ولا يوجد في البلاد معتقل في أي معتقل من معتقلات المدعى. هنالك البعض مقبوض عليهم في إجراءات جنائية بموجب القوانين السارية ووفق قانون الإجراءات الجنائية. هذه الإجراءات تتم بواسطة الأجهزة العدلية المختصة، نيابة، شرطة في تنفيذ القبض، وبالتالي حتى اللجنة لا تقبض ولا تعتقل، وليست هنالك أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعتقل أي مواطن سوداني. فمصطلح الاعتقال مصطلح غير صحيح، ولا يمكن أن نستعمل هذا المصطلح بعد هذه الثورة العظيمة. عشان كده نقول مقبوض عليهم بموجب إجراءات. وصف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجمع الصف الوطني بالفاشلة، وأنها ليست شاملة لإقصائها الإسلاميين. وقال عمر بحسب صحيفة اليوم التالي إن هذه الآلية فاشلة، مثلها مثل الوثيقة الدستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية ونعت الوثيقة السياسية. وأضاف أن الاختلافات ستستمر في آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لأنه تديرها عقلية فاقدة للخبرة السياسية في كل جوانبها، مشيرا إلى أن حمدوك يفتقد الخبرة السياسية ويستعين بمستشارين سياسيين من أحزاب معينة. واعتبر كمال المبادرة بأنها بديل لتحالف الحرية والتغيير الذي حدثت فيه خلافات حزبية. استنجدت لجان مقاومة سوق أبو الزيت المركزية في أم درمان بالجهات العدلية للتدخل العاجل لحماية أصحاب المحلات بمجمع أفراح المواسم بالمركز التجاري بسبب الزيادات الكبيرة لإيجارات المحال التجارية. وقالت اللجان إن الإيجار تضاعف من 5000 إلى 200,000 جنيه. في ذات الوقت استنكر منسق لجان الخدمة والتغيير بوحدة سوق أبو الزيت التجارية عبد المجيد أرباب الزيادات التي فرضها مالك المركز التجاري، وقال إنها غير قانونية لجهة أنها تخالف عقد الاتفاق، وأشار إلى أنه تم إنذار أصحاب المحلات بإخلاء الدكاكين قبل انتهاء المدة التعاقدية دون أسباب واضحة، علما بالتزام أصحاب المحلات بسداد الإيجار الشهري. أصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات عدة أفراد، وبرر قراره بأنه تلقى خطابا من لجنة التمكين يوصي بالتجميد. وبلغ عدد الحسابات المجمدة زهاء 200 حساب، حيث جمدت اللجنة حسابات وزراء سابقين في النظام السابق ومقربين منه، كما جمدت حساب محمد صالح الأمين بركة، ويعد بركة من أبرز المقربين لحميتي ويعمل مستشارا غير معلن له. دفع الأمين العام للغرفة التجارية بكري جاويش باستقالته من منصب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية معتذرا للذين منحوه ثقتهم. أكد مدير مصلحة الملاحة النهرية معاوية علي خالد التوصل لتفاهمات سياسية يتم بموجبها فتح المعابر والخط الملاحي بين السودان ودولة جنوب السودان. ونوه معاوية لوجود تحديات وعراقيل تواجه فتح المعابر بين البلدين،
وأوضح أن العراقيل تتمثل في صيانة المواعين مع الشركات والتي قال إنها تكلف الكثير، وأشار لتوقف الخط الملاحي لفترة طويلة، ووصف قضية الحدود بين الدولتين بأنها سياسية وأمنية ما أدى إلى إغلاقها. عاد نحو 1000 مزارع بعد عقدين من الزمان إلى فلاحة وزراعة أكثر من 980,000 فدان مستردة في منطقة الفشقة. وكشف الصحيفة الانتباه عن عودة أراضي القضيمة والعلاو واللكدي ومحاجخ التي كانت محتلة منذ نحو 25 عاما. وأكد كبير مزارعي الفشقة الكبرى معاوية عثمان أن المساحات المزروعة لهذا العام تقدر بنحو 980,000 فدان، بعد أن تم استرداد مساحة 120,000 فدان من الميليشيات المسلحة. قال وزير النفط والطاقة جادين علي عبيد أن إصلاح قطاع الكهرباء بالبلاد يحتاج ل3 مليارات دولار، وشدد الوزير على أن حل مشكلة العجز في الكهرباء يكمن في استمرار إمدادات الوقود والصيانة المستمرة، بما في ذلك صيانة الماكينات والشبكات والمحولات، وتحقيق وفرة في قطاع الغيار وصولا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير توليد احتياطي لتغطية الطلب في المواسم كافة. وأوضح الوزير بحسب صحيفة السوداني أن استهلاك الكهرباء ينحصر آنيا في نسبة 40% من السكان، وأن توسعة الإمداد عبر خطة مرحلية تبلغ كلفتها 3 مليارات دولار. كشف والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي عن دفع 10 ملايين دولار لعودة تزويد البارجة التركية لمدينة بورسودان بالكهرباء. وأوضح شنقراي عقب اجتماع مشترك ضم وزير المالية والنقل موافقة وزير المالية على دفع متطلبات المرحلة الأولى والتي بلغت إجمالي حوالي 10 ملايين دولار، بجانب الموافقة رسميا بجدولة المديونيات شهريا، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة البارجة التركية وموافقتهم وإخطارهم رسميا. وقال شنقراء إن وزير المالية وجه خلال الاجتماع وكيل أول الوزارة لإعداد الترتيبات اللازمة لإدخال باخرة الفيرنس وتوفيره بصورة مستديمة خلال الفترة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعون الله وتوفيقه تم اجتماع اليوم في الساعة 5 مساء لسعادة وزير المالية دكتور جبريل، وبحضور السيد وزير النقل مرغني موسى، وبحضور دكتور عبد الله وكيل أول الوزارة ووكيلة الوزارة، وبحضور أيضا الإخوة في قوى الحرية والتغيير ولاية البحر الأحمر الممثلين لها، وبحضور مكتب المتابعة لولاية البحر الأحمر. وكان الموضوع بتاع النقاش هو إعادة يعني الكهرباء لمدينة بورسودان بالتشغيل، يمكن التوقف طبعا البارجة لفترة، وبعون الله يمكن كانت هنالك متطلبات معينة، والوزير يعني وافق على الأشياء المذكورة، وهي دفع مبلغ 3 مليون لإكمال المليونين السابقين، وأيضا قبلها طبعا دفعت 5 مليون صباح اليوم عبر الموانئ البحرية. وأكدوا أنه يعني هذه هي مطلوبات الفترة الأولى، بالإضافة إلى كده أيضا تم مناقشة توفير الفيرنس للفترة القادمة، وتم توجيه وكيل أول الوزارة لإعداد الترتيبات لإدخال الباخرة وتوفير الفيرنس. نحن نقول بحمد الله وعونه أنه هذا الاجتماع كان ناجح، وتمت فيه هذه القرارات التي بإذن الله سوف تمكن من عودة تشغيل البارجات. ونعتقد أنه كان هنالك توافق بين كل الحضور، واخترت يمكن الشركة حيختر بخطاب للموافق على سداد الجزء الثاني والثالث، كل جزء كان بعد شهر.
تعرضت حوالي 10,000 فدان بمشروع الرهد الزراعي لآثار السيول والفيضانات، وأخرجت تلك المساحة من الموسم الصيفي. وناشد المزارعون وزارة الري بتصريف المياه في فترة أقصاها 10 أيام حتى لا يخرجوا من العروة الشتوية. وقدر تعويض المساحة التي تعرضت للغرق 10,000 فدان بتريليون و760 مليون جنيه. وأكد المدير الزراعي بمشروع الرهد الزراعي الأمين دفع الله أن المساحة التي تعرضت للغرق حوالي 10,000 فدان، مؤكدا أن معالجة وتأهيل المصرف وإزالة الطمي يساعد في تصريف المياه. سجل نهر النيل الرئيسي اليوم 16 مترا و17 سنتيمترا بارتفاع 5 سنتيمترا عن منسوب الأمس وانخفاض 1 سنتيمترا عن منسوب العام الماضي، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سنتيمترا بارتفاع 4 عن منسوب الأمس وارتفاع 2 سنتيمترا عن منسوب العام الماضي. هذا ويمر الفاصل المداري شمال شندي والرياح جنوبية غربية مثيرة للغبار والأتربة. وأوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل إلى هدوء الأحوال عموما بالمحليات، وما زال الجهود الهندسية متواصلة في عمل الردميات والتروس والحمايات لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات وجاري حصر الأضرار بالمحليات. أدت السيول المتدفقة عبر خور الملوية إلى قطع الطريق القومي الرابط بين ود النيل والدمازين فجر اليوم مع توقف حركة المرور تماما. واستمر تدفق مياه السيول إلى النيل الأزرق، حيث أصبح الطريق القومي سنار الدمازين مقطوعا بعد مدينة أبو حجارة. وأوضح العقيد الشرطة فتح العليم محمد علي مدير إدارة الدفاع المدني بولاية سنار مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف بحسب وكالة أن الدفاع المدني يقوم بتأمين المناطق وتسهيل ترحيل المواطنين عبر اللانشات، لافتا إلى استمرار انقطاع الطريق القومي أبو حجار الدمازين منذ الأمس. أسفرت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت السودان عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 52 مواطنا مع وفاة أم وطفلتها في جنوب شرق البلاد. وقال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم في تصريحات صحفية إن السيدة وطفلتها لقيتا حتفهما جراء الأمطار الغزيرة والسيول في ولاية سنار جنوب شرق السودان، لترتفع حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات في السودان إلى 52 بينهم 26 في ولاية نهر النيل شمال البلاد. وأشار عبد الرحيم إلى انهيار 3890 منزلا بشكل كلي وأكثر من 12500 منزل بشكل جزئي. تعطلت 21 آلة غسيل للكلى بمركز الجماح بالأبيض، مما حدا بالطاقم الطبي عدم استقبال أي حالة جديدة. وتخوف العملاء المستفيدين بتعطل بقية الماكينات، وذلك لعدم تدخل حكومة الولاية لصيانة الماكينات المتعطلة، الأمر الذي انعكس على تكدس المرضى على آلات الغسيل المتبقية. والجدير بالذكر أن المركز يعالج مرضى ولاية شمال كردفان وأخرى مجاورة لها. حددت السلطات الصحية في السودان الأحد المقبل موعدا لإطلاق لقاح جونسون آن جونسون لينضم إلى سلسلة من اللقاحات العاملة في السودان ضد فيروس كورونا. وقال مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة إسماعيل العدني إن جميع اللقاحات التي تدخل السودان فعالة وآمنة ومجازة من منظمة الصحة العالمية وتخضع للإجازة والتدقيق من قبل مجلس الأدوية والسموم السوداني. قالت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الانتقالية لم تستلم حتى الآن أي مقترحات رسمية حول المبادرة الجزائرية بشأن أزمة سد النهضة. وأضافت المصادر بحسب الشرق أن مشاركة رئيس المجلس السيادي أو رئيس الوزراء في القمة الرئاسية التي اقترحتها الجزائر بشأن سد النهضة مرهونة بما تحمله هذه المبادرة من مقترحات لحل الأزمة.
أفاد موقع بريطاني بأن الوضع في تيغراي الإثيوبية كارثي ومأساوي للغاية في ظل استمرار منع الحكومة المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. ولفت موقع إنديبندنت إلى أن إثيوبيا تعيش أكثر مراحلها صعوبة في تاريخها الحديث، مؤكدا أن الوضع لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ به. وأضاف الموقع في تقريره اعتماد حوالي 2.4 مليون شخص على المساعدة، مع ظهور تقارير عن تزايد المجاعة وسوء التغذية وظهور خطر ندرة المياه. وتابع أنه في غضون ذلك يسعى رئيس الحكومة الإثيوبية للحصول على دعم دولي في حربه ضد التيغراي، فضلا عن تسوية الخلاف مع السودان المجاورة، ما يشير إلى أن البلاد تمر بأوقات صعبة للغاية. نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: البرهان يؤمن على وحدة قوى الحرية والتغيير ويقول إن الوضع الحالي لقحط لا يسمح لها بتشكيل المجلس التشريعي. مناوي يعين أمينا عاما لحكومة الإقليم ويتجاوز الثورية. لجنة التمكين في مؤتمرها الصحفي تقول لا يوجد أي معتقل سياسي بالبلاد. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.